على المنتخب الزامبي في الدقيقة 94. ويأتي هنا السؤال: لماذا تأخر الفوز إلى الدقيقة 4 بعد 90؟ ولماذا أضعنا كل هذه الفرص؟ كان في أيضا تصريحات لروي فيتوريا بعد المباراة بهذا الشأن، هنتكلم فيها وأكثر مع ضيفي العزيز كابتن محمد الصيفي مدرب منتخب الشباب الأسبق. نورنا يا كوتشو، صباحك زي الفل. صباح الخير، صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بيك معانا. ولماذا تأخر الفوز لدقيقة 94 في رأيك؟ طبعا احنا هنقول المعسكر ده يعتبر آخر معسكر في تجمع حوالي 7 أو 8 أيام، هيعمل ماتشين هو فيهم، لعب زامبيا وناقصته الجزائر، لحد تصفيات افريقيا مش هيبقى فيه معسكرات بالحجم ده ان هو ممكن يشوف اللعيبه. هيتخللوا الماتشين اللي هم بتوع المجموعه بتاعتنا جيبوتي وسيراليون في الاسبوعين دول، وبعد كده هيلعب في 15 في بطوله افريقيا. ده يعتبر اول تجمع بعد فتره كبيره جدا. المنظر اللي احنا شفناه امبارح ده طبعا، ويمكن كان يعني بعيد عن ماتش تونس واثيوبيا الاخير اللي هو المنظر اللي هو ما عجبناش. النهارده امبارح الفرقه كان السكواد كله كامل بمعظم اللعيبه، ماتش قوي. طبعا بنتكلم على زامبيا تصنيف ثالث، هنشوفها في بطوله افريقيا معانا، شفناها في القرعه امبارح. الاداء برده ما كانش مردي شويه، بغض النظر عن في استحواذ جامد جدا. الكلام اللي الناس كلها قلقانه منه، انا شايف ان في يعني لسه عدم انسجام كافي بين اللعيبه، عايزين معسكرات، عايزين شغل تكتيك كتير. هو امبارح كان بتشتغلي في استحواذ وفي شغل فردي كتير. مفروض هو ينفع نقارن بين المستوى اللي احنا ظهرنا بيه امبارح امام منتخب زامبيا والمستوى اللي احنا ظهرنا بيه قدام منتخب تونس؟ لا طبعا، يعني مع فرق المستويات. لا مع فرق المستويات طبعا، مع فرق المستويات. وبرده هو امبارح الراجل لعب بالثلاثه اللي في النص، انا شايف النني وحمدي فتحي وطارق حامد شبه بعض شويه، يعني كان ممكن هو لو شويه، ويمكن الشوط الثاني شفنا لما زيزو نزل ابتدى ان وسط الملعب شويه بقى مختلف. اكيد طبعا، انت ما بتلعب بثلاثه في نص في الملعب، الثلاثه شبه بعض، لازم يبقى في واحد في شويه من 10 اللي هو بلاي ميكر ويمشي الفرقه وبيوصلها، ده مهم قوي. انما الماتشات دي انت ممكن تلعبي بيها ماتشات نهائيه، ماتشات مع الجزائر، مع كوت ديفوار، الماتشات اللي هي بتبقى قويه دي، ممكن الثلاثه دول يبقى النواحي الدفاعيه بتاعتهم. بس مهم قوي، يعني زيزو نزوله اثبت ان احنا محتاجين اللاعب اللي هو يخلق الفرص. هو زيزو نزوله كمان ويبقى عنده حلول اكيد، ولازم برضو الراجل، ما هو زيزو وفي مصطفى فتحي من اللعيبه الكويسه جدا، بس وجود صلاح يبقى الراجل لازم النهارده انت عندك لعيبه مميزه كتير، لازم يبقى في مرونه تكتيكيه ان اللعيبه دي كلها لازم استفاد بيها في الملعب بشغل زي ما بنشوف. انت بتتكلم على التغيير اللي حصلت في اخر ثواني في المباراه. لا التغيير، لا التغيير ان انا لازم يبقى ممكن صلاح مثلا في وقت بيخش لجوه، زيزو استغله ناحيه الرايت، شفنا هو عمل اسيست جامد قوي قبليها. فالحاجات دي كلها انا شايف ان الشغل زي ما بنقول ايه، شخصيه المنتخب مصر الشكل لازم يبقى فيه شغل وفيه تحضير. احنا امبارح لسه ما شفناهاش، ما فيش الانسجام، ما فيش جمل شفناها اتعملت، كلها شفناها يعني بنسبه كبيره قوي قوي مهارات فرديه، سواء من تريزيجيه في الكوره اللي شاطها في بدايه الشوط الاولاني، او في الكوره اللي جت في العارضه، مصطفى محمد ما بيحاول. انما لازم يبقى فيه ربط جامد جدا مع، لازم برضو عشان المباراه دي كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، مع احترامي لفرقه زامبيا الفتره دي هي يعني في بدايه تكوين واعداد، وفرقه شكلها امبارح كانت محترم. ان انت وصلوا علينا بحوالي امبارح انا 5 6 كور كانوا في منتهى الخطوره، كونتر اتاك، ما انت هتشوفي لعب بعد كده مع فرقه. وده يقلقك على الدفاع؟ اكيد جدا. اكيد عندنا ثغره شويه، عندنا لازم برضو علي جبري فيه بطء شويه. شفنا 3 كورسات اتلعبوا كانوا يعتبروا انفرادات، 3 هيدرز لدرجه ناس رايحين بين عبد المنعم وبين جبر، وكور سهله. الحاجات طب دي لازم. هل انت في الدوري يا كابتن بشكل عام شايف مدافع يصلح ان هو يكمل صفوف منتخبنا بشكل الامثل؟ هو ممكن يبقى في مدافعين كويسين، بس هي القصه بقى بعد ما هتاخديهم هل هم عندهم نفس شخصيه المنتخب؟ هل هو عندهم ده؟ هيبان كده زي ما شفنا الفتره بتاعت كيروش جه. ما هي دي فعلا فايده المعسكر يا كابتن. اكيد، بس هو المفروض دلوقتي السكواد اللي معاه هو ده اللي اقرب ان هو خلاص عنده ماتشين، يعني ما انا بقول لك هم دول اقرب ماتشين. بس لو عنصر بارز واكيد هيضيف لي. اكيد طبعا، يبقى فرصة. لا ده مهم جدا لان احنا بنشوفها على تكرارات، شفناها في ماتش اثيوبيا مع، يمكن في ماتش تونس ظهرت اكتر، بس مع الفرق اللي هي بتلعبك وانت بتبقي يعني على طول راكبه الجيم وكده، اي كونتر اتاك بيروح بيعمل عليك مشكله جامده جدا. صح، دي مشكله فظيعه، وممكن دي بتحصل لك في احداث حتى في بطوله افريقيا. في المجموعه بتاعتنا ممكن بتلعبي فرقه مش مستوى وانت طول الماتش ضغط عليهم وواحده يروحوا، فدي برضو الثغرات دي لازم تتقفل كويس جدا جدا. ولازم يبقى الراجل الفتره اللي فاتت دي
لا يعني انا شايف عايزين شغل، عايزين شغل تكتيك، عايزين شخصيه المنتخب. حتى مع كيروش كنا بنشوف شكل المنتخب، حتى لو شويه كان بيبقى فيه تحفظ ليه، انما كنا بنطلع بجمل وكان فيه حاجات فيه شغل، فلازم هو يشتغل على الحاجات دي. وامبارح اتكلم عن شخصيه المنتخب، وامبارح اتكلم انه كان في اضاعه فرص كتيره جدا، وامبارح حتى قال كمان انا قلت لهم ايه بين الشوطين. ما هو ده بقى يبقى عدم تركيز اللعيبه في يعني انا مثلا هو اتكلم في نقطه تضييع الاهداف. انا شفت امبارح حوالي 3 4 فرص للمنتخب المصري عدم التمركز الجيد الهجومي. يعني احنا شفنا كورتين كان مصطفى محمد حتى تقريبا بعد ما مرموش نزل، الاثنين الكروس اتعمل كانت سهله جدا، اعتقد هما الاثنين لما طلعوا مع بعض كان في، فالحاجات دي بتبقى مهمه جدا. كذا كوره عدت بقى يعني اللعيبه مش حافظه لسه بعضها ولا اكيد طبعا. ما هو ده شغل مثلا، ما دي تحركات، ما ده تمركز هجوم. احنا بالعكس التحركات دي بقى المفروض ان هو اللي بيوزع المهام دي هو روي فيتوريا اكيد طبعا. والحاجات دي بيشتغلوها في المعسكرات دي، ما ده شغل تكتيك بيشتغل. هتشتغل لعزيزو ناحيه اليمين، يبقى زيزو لما بيعدي الفيرود بيروح مصطفى، يبقى الراجل الناحيه العكسيه، يبقى في واحد بره البوكس عشان الحاجات دي. وشفناها ده حتى زامبيا رغم قله الفرص اللي راحوا بيها كل الكور كانت ايجابيه، يعني كذا كروس اتعمل بالعرض سواء لعيب لوحده بيبقى التايمنج بتاعه صح وطالع صح، او لو في جمله شفناها في الاخر الولد طلع لعبها للي جاي من ورا. فبتشوفي ده احنا شفناها على يعني ايه بمجهود مصطفى محمد راح، بمجهود تريزيه، انما لا لازم يبقى في شغل ولازم في تحضير. فالحاجات دي كلها ما شفناهاش، جمل بتبقى متكرره سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال. في من على الجناب مشكله يبقى بنشوف من العمق بيستغل لحد من العمق. فالحاجات دي كلها لازم يبقى هو ده شغل منتخب، ده طريقته، دي شخصيته، طريقه لعبه. دي للاسف هو الراجل مشي معانا فترات كبيره، جاب النقط الكامله وصلنا، بس لسه الاداء بتاع المنتخب لسه ما شفناهوش. هنخش الفترات الجايه. مطمئن بالنسبه لك قبل امم افريقيا لحد ماتش زامبيا؟ دي ممكن بعد الماتشين الجايين على اساس برضو خلي بالك الظروف لحد ما نوصل. برضو احنا يعني حتى كان في تصريح شفته امبارح لجمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر، وقال ان يعني بيحضر هو للماتش جامد جدا. وقال انا شايف ان منتخب ماتش تونس اللي هو لعبناه المنتخب المصري ما يديش المستوى بتاع منتخب وقال مصر، وقال عشان لعيبه اللعيبه فهو اكيد طبعا واضح مذاكر يعني. لا اكيد طبعا. وخلي بالك ده هي دي الماتشات القويه، هي دي الماتشات اللي فعلا نستفيد منها بغض النظر عن النتيجه. بس انت ماتش زي امبارح لا بنقول النتيجه بس، لا انت ممكن 3 4 فرص تخلصيهم وفي نفس الوقت عندك مشاكل دفاعيه لازم ان انت تخلي بالك منها، خصوصا في ماتشات بطوله افريقيا هيبقى الدنيا صعبه جدا. الماتشات دي في نص فرصه تخلص ماتشات. مش بس كده، ده الجزائر حتى يعني من المباريات الوديه بتبعت اهو رساله او انذار. كسبت 5 طبعا، كسبت الرأس الاخضر وهي معانا الرأس الاخضر في مجموعتنا. فبرضه مجموعه مصر، موزمبيق، كاب فيردي، ولكن معانا المنتخب الغاني من الفرق اللي لازم نعملها حساب. اكيد طبعا. بس انت مثلا اول حاجه ان الواحد بيبص لها ما بيشوف المجموعه اللي هو التاهل اللي بعد كده، فطبعا انت بتبصي بالورقه وبالقلم وبالتاريخ، لا اكيد احنا وغانا فدي بتبقى حاجه برضو كويسه. وانا شايف يعني السنه دي البطوله المجاميع متوازنه، الحاجه ان السنه دي بقت الفرق 24 ف6 مجاميع، انما لو كانوا 4 مجاميع كان بيبقى فيه ممكن تلاقي يمكن المجموعه بتاعه تونس ومالي وجنوب افريقيا هي دي اللي ممكن فيها الثلاثه، ممكن مين بقى يعني طبعا تونس ممكن يبقى، فدي هيبقى فيها شويه. انما وطبعا دايما كل سنه بتعودنا ان بنلاقي فرقه طالعه كده بتعمل مفاجاه كبيره جدا، فده وارد. انما بالتاريخ وبشغلنا لا طبعا، احنا ان شاء الله باذن الله تبقى دي بالنسبه لنا حاجه كويسه. بس انا شايف ان انا ان شاء الله في الشهر ده من خلال رجوع اللعيبه المحترفين برضو الحمد لله، سواء تريزيجيه امبارح نني برضو عودته كانت كويسه جدا جدا بعد غياب سنه تقريبا كان جاهز. لا عندك سكواد جامد بين لعيبه خبرات ولعيبه طالعه تانية. يمكن مع حضرتك كنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي وفوزه، لازم هيبقى في 3 4 من المنتخب الاولمبي يدفع بيهم الفترات الجايه لعيبه مميزه. فهو يعني فوزنا امبارح على المنتخب الاردني 3-1 فدي كويسه، وفي يوم الاثنين ماتش مع اوزباكستان، واوزباكستان من الفرق الكويسه جدا جدا، وبرده الراجل كويس بيلعب برده مع المدرسه الاسيويه، شفنا في الاردن وشفنا في اوزباكستان، فدي برده حاجه نتائجه جيده طبعا يعني لحد دلوقتي برضه ماشي نتائج متخصص سبحان الله متخصص. وانا قلت لك شفناه في البطوله بتاعه المغرب اللي صعدنا بيها الاولمبياد، ليهم شخصيه وفرقه بتعرف تدافع كويس، حتى انا قلت لك بيدافع كويس، هي دي مهمه جدا جدا، بيقفل كويس وعنده جمل بيشتغل عليها. برضه خلي بالك هو بالنسبه له خد، عشان كده قلت الفترات اللي كان بياخد فيها معسكرات وكده جت في الاخر شفنا نتاجها،
حاجات يعني كويسه جدا ووصلنا، فهو ده اللي بيقول. فانا اعتقد ان منتخب مصر في سكواد كويس قوي قوي، محتاجين شغل. اللعيبه كلها، مصطفى محمد بيلعب باسلوب معين خالص وبطريقه معينه في فرقته، كذلك محمد صلاح، النني، مرموش، فلازم المجموعه دي سكواد كويس جدا بالنسبه للراجل. عايز معسكرات، عايز تجانس، عايز يحفظهم جمل، عايز يبتدي يشوف الثغرات اللي عندنا والدفوهات في الناحيه الدفاعيه، دي مشكله جامده جدا جدا. وجهاز انذار، وشفناها امبارح في الماتشات كويس في منتهى السهوله، الناس بتروح بيها وبتضيع، شفنا كورتين كروسين هيدرز مفيش انفراد اللي الراجل بيحطها. فالحاجات دي ماتشات بنقول بناخد منها حاجات كويسه. استشعرت شويه ان محمد صلاح كان يعني بيخشى من الاحتكاك شويه؟ يعني برضو بس يعني انا شايف حاجه هقول لك برضو والله هبه، ان الفرقه كلها عندنا اما بتكون فايقه وبتكون يعني عايز اقول لك حاجه بتشتغل بقوه من البدايه بتفرق جدا مع صلاح. طبعا فورمه اكيد، لان هو برضو خلي بالك صلاح انت عايزه منه اللمسات الاخيره، الخبره الكبيره دي كلها. وبعدين في نقطه برافو عليك، وفي نقطه انا بقولها لك دلوقتي برضو هو الراجل لازم يشتغل عليها، ان في ماتشات اكيد هيتلعب على صلاح، فلازم يبقى هو عنده البدايل، ولازم يبقى في شغل تكتيك معين ان الراجل ده لو اتلعب عليه، هل ممكن صلاح في ماتشات معينه عشان زيزو بيشتغل من ناحيه اليمين كويس، هل هو صلاح يلعب اللي هو الفرود الخفي اللي زي ما بنتحب نتكلم عليه، هل لما يلعب مع الثلاثه اللي ورا دول يثبت اثنين ديفندرات في نص الملعب، ولازم التالت بتاعهم يبقى عنده شويه ريحه نمره 10 اللي هو البلاي ميكر اللي بيمشيهم. وكل اللعيبه دي موجوده، يعني انا بقول لك امبارح شفنا تريزيجيه مرموش ماشي كويس جدا، الحاجات دي بتبقى مبسوطه منها ان انت عندك بدائل. طب طمنت على نص الملعب يا كابتن، واحنا بنقول دايما نص الملعب ده بيترتب عليه يعني حاجات كثيره جدا، ان هو بيعتبر يعني منطقه تحضير المناورات. اكيد هو ده اساس اي فرقه ان انت بتشتغل عليه، ويمكن احنا امبارح شفنا لما كان نص الملعب في الشوط الاولاني شفناه شكله كان ما بينقلش الهجمه، ما بنوصلش لقدام الشكل، شفنا بعد كده زيزو لما نزل، بعد كده فكت مروان حمدي لما نزل، شفنا طبعا اشكال كويسه جدا. فاكيد طبعا نص الملعب بيبقى مهم جدا، بس المهم التوليفه بقى. المهم بقى في المجموعه دي كلها عندك اربعه او خمسه كويسين جدا، هيلعبوا ازاي؟ اي جبهات حسيتها ان هي استشعرتها ان هي تكون اكثر خطوره على الخصم؟ والله انا شايف هو عنده جبهتين جامدين، يعني مش هقول لك بجد، شفنا امبارح تريزيجيه يعني انا من اللعيبه، وهو ده دايما تريزيجيه قبل الاصابه وبيرجع الجبهه دي. اتمنى عايزين نحكم الفينش بتاعها برضه في الاخر. برافو عليك. اتمنى رمضان صبح، بصي انا بديكي اسامي ما انا بقول لك انت عندك مجموعه صعب جدا تلاقيها، عندك الجبهه اليمين، عندك صلاح، عندك زيزو، مصطفى فتحي، لا عندك قوه، عندك مصطفى محمد يخش الشريف، لا عندك بجد من فترات كبيره قوي عندك فعلا. هو ده بقول لك الشغل، يعني انت عندك مجموعه القماشه بتاعتك كويسه، عايز الراجل يشتغل، وعايز الراجل برضو يحاول ان هو يبقى فيه مرونه تكتيكيه، ان انا ممكن زيزو يبقى بادي مع صلاح، ما هو زيزو امبارح شفناه لما نزل بالعكس ده هيخفف الضغط عن صلاح، وهيبقى عندك مفاتيح كتيره بتلعبي معاها على الخصم، مش التركيز كله في صلاح. لا هو زيزو لما نزل فوق الفرقه، يعني غير شكل الاداء خالص. اكيد طبعا، ما انا بقول لك هي دي بقى الحاجات اللي هو المفروض فيتوريا يشتغل عليها الفتره الجايه، لان عنده مفاتيح لعب كويسه، وعنده لعيبه مستواها عالي وبتلعب في فرق كويسه، فهو لازم النهارده الراجل يستغل المجموعه دي كلها. ما كانش بقى عندي النهارده عندي في جبهه صلاح زيزو لو نزل هيأدي كويس جدا، مصطفى فتحي انا واثق لو خد فرصته، رمضان صبحي لو فاق مع تريزيجيه، مع عمر مرموش، بقى لنا كتير يا هبه ما بنتكلمش في شكل بصي عامل ازاي مجموعه، مع طبعا نص ملعب قوي جدا، انا بنتكلمي على نني بخبراته الكبيره جدا وعودته بقوه، وبرده انا شايف يعني متفائل خير في ربنا ان انا شايف نني وصلاح والمجموعه دي وحجازي ربنا يشفيه ويرجعه. الناس دي اقترب على فكره عندهم الجيل ده، يمكن انا سمعت او سمعنا حديث لتريزيجيه في المؤتمر ان هو ما ينفعش ان الجيل ده فعلا بانجازاته الكبيره ان هو ما ياخدش بطوله افريقيا، ما ينفعش ان هو ما يوصلش كاس عالم. ففعلا صحيح احنا في سجلات البطوله احنا الاكثر احرازا للبطوله، سبع القاب، ولكن احنا بقى لنا 13 سنه ما حققناش القاب. وفي حاجه كمان صعبه قوي ودي ان شاء الله نكسرها المره دي، ان انت مرتين ورا بعض بتوصلي فاينل. خلي بالك دي الفرق الكبرى اللي دايما بتشوفها زي ما بيزعلك زياده انت وصلت اكيد طبعا أكيد، لانه خلي بالك الوصول زي مش سهل. احنا مصر فرقه كبيره، وزي ما بنقول دايما البرازيل بنشوفها في نهائي كاس، دي حاجه فعلا، بس ان انت توصلي سنتين ورا بعض لان الوصول صعب قوي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله يبقى الثالثه تبت ان احنا نكسبها باذن الله. نتمنى والجيل دون يعمل حاجه كويسه جدا. انا عارف الناس من الختام بتاع ماتش اثيوبيا بتاع ماتش تونس الدنيا برضو قلقانه وعندهم حق شايفين. اعتقد الفتره الجايه لازم الروح القتاليه ترجع برضو بتاعت منتخبنا اللي شفناها دايما
في منتخبات مصر مع شغل الراجل. لازم يبقى الفترة الجاية في تركيز جامد جدا، لازم الاتحاد ويسهل له كل السبل او معسكرات عشان الفترة الجاية هتبقى مهمة جدا جدا. طب حاجة مهمة جدا دايما يعني بنركز فيها ترتيب المباريات يا كابتن، احنا هنبتدي المباريات يوم 14 يناير مع موزمبيق، مصر وموزمبيق، ده هيبقى الساعة 7 مساء. الجولة الثانية هتبقى 18 يناير مصر وغانا الساعة 10 مساء. الجولة الثالثة يوم 22 يناير مصر وكاب فيردي او الرأس الأخضر يوم 10 مساء. فموزمبيق، غانا، الرأس الأخضر. شايف طبعا يعني برضو الترتيب بتاعها كويس في البداية، برضو بتبقي محتاجة مباراة يعني محتاجة في البداية فوز في أول الماتشات عشان تبقي الماتش الثاني حتى بالنسبة لك مريح شوية، معاكي 3 بونت تقدري تلعبي، تبقي عارفة إيه شكل المجموعة من بدري شوية. فأكيد طبعا الترتيب ده بالنسبة لنا كويس. موزمبيق زي ما كنت قبل ما أخش حضرتك كنت بتقولي فعلا وشها كان كويس علينا، وفعلا كان في مرتين طريقنا للوصول في دوري المجموعات على فكره. ايوه، وهي لما غابت 13 سنه على البطوله احنا ما تأهلناش، ففعلا عندنا ظروف معاها كده عجيبه. بس انا شايف ان شاء الله باذن الله ظروف المجموعه كويس، ان شايف ترتيبها كويس جدا جدا بالنسبه لنا. هيبان زي ما قلت لك الفتره اللي جايه الماتشين بتوع تصفيات كاس العالم مهمين جدا مع جيبوتي وسيراليون. طبعا الحاجات دي ما فيش فرقه كبيره فرقه صغيره، لازم من البدايه يمشي كويس. لا ما احنا مجربين. يعني ففعلا لازم من البدايه، لازم من البدايه نايجر بقى وافريقيا الوسطى، مش عايزين نرجع بقى للذكريات المؤلمه، نخش في تصفيات نهائيه. اصل الماتش ده لو فرق لا لازم من البدايه ان شاء الله. وبجد لو اتكلمنا طبعا مش التاريخ وبالورقه والقلم، سواء في بطوله افريقيا او الماتشين الجايين تصفيات كاس العالم، لا احنا المجاميع بتاعتنا، لا مصر يعني توصل بسهوله، بس عايزه تعب وعايزه شغل، وعايزه برضه الراجل يركز شويه قوي، يخلي باله الناحيه الدفاعيه، يشوف حد مع علي جبري زي ما حضرتك بتقولي، يبقى في بديل لسبب تاني. انت ممكن لا قدر الله يحصل اصابه، ممكن يحصل الماتشات دي، ما فلازم بس يبقى بديل. ما قلقكش يا كابتن صيفي تصريح فيتوريا بعد المباراه لما في تحليله هو بيقول رايه كمدير فني، وبيقول زامبيا هي اللي صعبت الماتش علينا. ده برضو فكره انه انا كمدير فني ليا حلول، هو شايف ان هي صعبت الماتش بسبب التكتل الدفاعي، انا ازاي اضرب التكتل الدفاعي؟ دي بتبقى سيناريوهات. طبعا انت بتتكلمي طبعا صح، لان انا في بدايه كان بقول لحضرتك احنا ملناش شكل تكتيكي. الشكل التكتيكي ده ايه؟ هشتغل انا عندي لسه حضرتك بتقولي جبهتين، سواء تريزيجيه او صلاح او زيزو، لازم بشتغل على ده. لو هو قفل ده قلت لحضرتك لازم يبقى عندي حلول فرديه، عندي لعيبه كويسه جدا زي مصطفى فتحي بالاختراق، عندي بشوتنج، عندي حاجات كتيره جدا. ما هو ما فيش حاجه، سوري انا دايما برده ما احبش اقول ايه اللي مثلا فرقه وده كان قاعد قدامي 90 دقيقه جوه ال 18. لا ده مش حل ان انا ما في، لا المدير الفني لا ما ليه حلولي وعندي امكانيات كبيره. والدليل على كده هو برضو صرح اضاعه الاهداف. هل الاهداف دي كلها لو كانت جت كان هيقول؟ وانا برضو خلي بالك هم مقفلين كويس، بس ما كانوش بالقوه الفرق الكبيره اللي بتقفل كويس. لا احنا وصلنا كتير جدا جدا، واما الشوط الثاني ضغطنا ونص الملعب بقى فيه اللعيب اللي يوصل، وكانت غلطتنا احنا ان احنا ما سددناش. اكيد دي حاجه. فان شاء الله باذن الله يعني الفتره اللي جايه فعلا تبقى في خير في بطوله افريقيا، في فوز كاس عالم، ويبقى باذن الله ان شاء الله المنتخب الفتره الجايه يبقى يعمل نجاحات كبيره تسعد الشعب المصري كله. كل التوفيق لمنتخباتنا، واشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد الصيفي مدرب منتخب الشباب الاسبق، نورتنا ودايما بنسعد جدا بوجودك معانا. شكرا لحضرتك وصباح الخير على حضرتك وعلى المشاهدين.